يمكن كمان زي ما احنا عارفين ان يعني ما يميز الحوار الوطني هو حوار فعال، حوار بيشارك فيه كل فئات المجتمع المصري وممثلي الشعب وكمان شباب وسياسيين وأحزاب وشخصيات عامة، علشان يثروا يعني النقاش والأفكار اللي مطروحة في هذه الجلسات العامة تحديدا المذاعة على الهواء مباشرة. تعالوا نشوف لقاء آخر لدكتور محمد علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هو طبعا اليوم كان في جلسة الهوية كالحديث على الهوية المصرية، ونحن نعلم تماما أن الحوار الوطني وفي التوقيت الحالي هو تأسيس لعقد اجتماعي جديد. هذا العقد الاجتماعي الجديد تبنى عليه الجمهورية الجديدة التي نسعى إلى تحقيقها جميعا. فمجرد أن احنا نتناقش ونتراءى ونختلف ونتفق في سياق واحد على رؤية مستقبلية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني في مصر، حتى يكون العمل بعد ذلك في الجمهورية الجديدة على أساس علمي وفكري سليم. النقاش كان على الهوية المصرية. الهوية المصرية وما يميزها من ثقافة، وما يميزها من دور الإعلام ودور للفن ودور للأخلاق والأداب العامة، نصل لآليات معينة من خلال مؤسسات الدولة، من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال المؤسسات المختلفة داخل المجتمع، أنها تتبنى استراتيجية قومية للحفاظ على الهوية الوطنية.